أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني لألعاب القوى والتي تسهم في مواصلة العمل نحو تنفيذ البرامج التطويرية التي ترفع من مستوى أم الألعاب الرياضية البحرينية وتهيئ لمنتسبيها المناخ الملائم لتقديم الصورة المشرفة والمنافسة على إحراز الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الوادي رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف. وخلال اللقاء اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على ملف استعدادات المنتخب الوطني لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر يونيو 2021. قال سموه: نعتز كثيرا بما قدمه منتخب ألعاب القوى من مستويات متميزة برهن من خلالها على نجاحه وتألقه في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية والتي حصد من خلالها النتائج المشرفة والتي عززت من مكانة البحرين على صعيد هذه الرياضة. إننا نستذكر ما تحقق من إنجاز تاريخي في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016 بحصول مملكة البحرين على أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد عندما حققت العداء روث المركز الأول بسباق 3000 متر موانع سيدات، متطلعا سموه أن يقدم المنتخب مستويات متميزة تليق بالمكان التي وصلت إليها ألعاب القوى البحرينية على المستويين القاري والدولي. من جانبه قال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال: نثمن دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتطوير الحركة الرياضية بالمملكة، فسموه رسم خريطة الطريق لألعاب القوى التي استطاعت أن تحلق عاليا في سماء الرياضة البحرينية من خلال إنجازاتها المشرفة التي سطرت اسم مملكة البحرين بأحرف من ذهب على الصعيد الآسيوي والعالمي، وأن الاتحاد يسير وفق رؤية سموه للمضي بهذه الرياضة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.